مساء الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال ومتابعيها في كل مكان أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أريج والناس استكمالا لما تحدثنا عنه في حلقاتنا السابقة نتحدث اليوم عن مصرنا الحبيبة وأبناء مصر الشرفاء الذين ضحوا بكل غالي ونفيس من أجل مصر الحبيبة ورجال مصر الشرفاء الذين أنقذوا مصر من الذين تأمروا عليها فلولا أبناء مصر الشرفاء لكادت مصر شامخة بين البلاد معايا ومعاكم ضيف اللي نورني وشرفني النهاردة الأستاذ حمدي علاب الباحث الديني والاجتماعي أهلا بحضرتك يا أستاذ حمدي مرحبا بك يا فندم أستاذ حمدي عايز أعرف من حضرتك ما هو دور الشباب تجاه وطنه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدور الشباب تجاه مصرنا الحبيبه الشباب لهم باع عظيم في هذه البلاد فلولا الشباب ما كانت البلاد سواعد الشباب هي التي تبني وهي التي تصنع المعجزات في البلاد وهي التي حققت كثيرا من المواقف البطوليه. ومنها الجنود المصريين الذين حققوا البساله وحققوا الاجتهاد في عملهم الذي كلفوا به فالجند المصري هو من اعظم جنود العالم ليس لقوته او لتعداده او لتسلحه ولكن لصبره وجلده ويقينه وحسن ظنه في الله عز وجل. فالجند المصري ذو بسالة عالية وذو همة عالية لو قسناه بجنود العالم كله ينتصر الجند المصري الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم فاتحون مصر فاتخذوا منها جندا كثيرا وشكك البعض في هذا الحديث الشريف لكن جاء مفتي الجمهورية وصحح هذا الحديث وأخذ به علماء الإسلام كحديث صحيح يحث على اتخاذ جند من جنود مصر لان جندي المصري يمتاز بالرجوله ويمتاز بالصبر والجلد م. على المكاره. تمام طب يعني هل في اسباب مثلا للكلام اللي حضرتك اتكلمت فيه دلوقتي؟ الجندي المصري كان له مواقف كثيره. آه في ثورات عده وقف بجانب هذه البلاد حتى لا تقع امام البلاد فصارت مصر شامخه كما هي وحافظ على ارضها وحافظ على ارواح ابنائها في وقت كانت آه كادت مصر فيه ان تهلك او كادت مصر ان تضيع فيه. طب إز... إز... ازاي ان انا مثلا ازاي او ازاي مصر آه... آه... تنهض او تكون مثلا في اعلى القمم؟ آه دائما تنهض البلاد بعلمائها. طيب. وبصناعتها وزراعتها فمصر الحبيبة بها موارد كثيرة م. هي بلد زراعية في الأساس ثم جاء بعد ذلك بعض الزعماء فأدخلوا إليها الصناعات من أيام محمد علي باشا إلى وقتنا هذا وما زال الرئيس السيسي يستمر في النهوض بمصر ويصنع المعجزات لكي يجعل مصر خالده بين البلاد ويجعل لها شموخها الباقي بين البلاد فمصرنا الحبيبه بها موارد كثيره لو استغلها البعض لصارت مصر من اجمل البلدان واجمل بلاد العالم طيب عايز اعرف من حضرتك او حدثنا عن فضل مصر في الاسلام وهل الرسول صلى الله عليه وسلم وصى عليها في الاسلام ام لا النبي صلى الله عليه وسلم اوصى على مصر لانها لانهم اخوال سيدنا ابراهيم عليه السلام وابن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اوصى عليها بايه وفقال استوصوا باهل مصر خيرا فان لكم فيهم ذمه ورحمه وذمه انهم اهل كتاب ويدين المسيحيه والرحم بانهم اخوال سيدنا ابراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم م. وكذلك هي ماوى الانبياء. طيب. التي لجا اليها الانبياء في وقت شدتهم فحمتهم م. وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. تمام. طيب. فمصرنا الحبيبه احتباها الله عز وجل وميزها عن البلدان جميعا م. فاختار لها موقعا مميزا فهي موقع نقطه الارتكاز بين العالم كله يصب اليها العالم كله في اقتصاده وفي اشياء التي يريدها فكانت مطمع للجميع لكنها سميت بصخره الغزاه طب ليه مصر مثلا من وجهه نظر حضرتك ان هي مطمع للجميع يعني ليه كله طمعان فيها؟ لان مصر غنيه بمواردها وغنيه بعلمائها وغنيه بما فيها من كنوز تركها لنا الاجداد فصارت مطمع لهؤلاء الذين ليس لهم لم يكن لهم تاريخا قبل ذلك فمصر هي اقدم البلاد وهي التي لها تاريخ عظيم وعريق جدا، وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، وهي التي حظت بمكانه عريضه في الاسلام بوجود الانبياء فيها، فمصرنا الحبيبه بها معالم لا تنسى، وفيها اشياء مميزه على مستوى العالم. آه فأشياء في, في مصر أشياء كثيرة مميزة عن باقي العالم فصارت مصر محطة للجميع وصارت مصر أيقونة الجميع يرغب فيها كل من يمر عليها بجمالها وجمال سحرها ولخصوبة تربتها وكثرة مواردها آه وكثرة علمائها فعلماء مصر انتشروا في العالم كله فحققوا الإنجازات الكثيرة يعني. واخذوا جائزات عاليه يعني طيب عايز اعرف من حضرتك او هل في نماذج يعني مثلا هل في نماذج سبب في ازدهار الوطن كثيره يعني مصر كان من ابنائها بعض ابنائها كانوا سببا في ازدهارها ازاي ايه يعني اذكر لي اسباب كده او اذكر لي نماذج كانت سبب في ازدهار الوطن قديما نذكر عمرو بن العاص حينما كان جاء جاء فاتحا لمصر وابقى على كنائس مصر وابقى على حضاره مصر كما هي ونشر فيها الخير كله وكذلك نذكر قطز وبيبرس هؤلاء الذين حطموا التتار على باب مصر ولم يجعلوه يدخل اليها ويعبسوا فيها مم. وحديثا نذكر رئيس السيسي حاليا الذي يتولى البلاد فجاء في وقت عصيب كانت تمر فيه البلاد ولولا مم. انه وقف هو وشيخ الازهر وغيره من القاده وحملوا ارواحهم على اكفهم لكادت مصر انتهت. معنا اتصال معايا ابراهيم من الشرقيه تفضل حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. إيه حضرتك يا ايه؟ الله يسلمك يا فندم انا معجب بالبرنامج جدا متابع كل حلقاتك استاذ آه. حمدي علام استاذ المحترم انا آه. مرحب بيك يا فندم انا متابع كل حلقاتك جدا بصراحه بنستفاد منك وكل الاسره عندي يعني متابعين حضرتك ويا رب من توفيق لتوفيق كده من نجاح لنجاح دايما يا رب آه شكرا يا فندم فن. شكرا لحضرتك جدا شكرا لحضرتك يا فندم شكرا يا فندم عايز اعرف من حضرتك ايه اللي بيميز الجندي المصري عن باقي جنود العالم قلت لك ان الجندي المصري عنده ثقه في نفسه طيب. وعزه وشموخا طيب. فلا يرضى الاهانه ويضحي بحياته من اجل ارضه م. هو قد نشا على ذلك جبلته نشات على ذلك ولد بنخوته ورجولته وبسالته فميز عن باقي العالم كله والنبي صلى, صلى الله عليه وسلم حينما اوصى بالجند المصري فانه لا يفر من المعركه طيب. وكان في, في الحروب السابقه كان له مواقف عظيمه مم. ولا نميز بين مسلم ومسيحي فكانوا معا يحاربون على جبهه واحده من اجل ابقاء ارض مصر سالمه ومن اجل الحفاظ عليها ماشي معانا توابه اسوان اتفضلي دوابه من اسوان دوابة. دوابه اهلا بحضرتك أوه. يعني يعني حضراتكم بتتكلموا على على مصرنا الغاليه مصرنا العزيزه حبيبتي اهل الصعيد كلهم حضر... فوق دماغنا طبعا حضرتك مصر مصر كنانه الله في ارضه مصر سلام. بلد صحيح. العلماء بلد الصالحين صحيح. بلد خير اجناد الارض مصر طبع. حضرتك اللي الع... العلم للعالم كله ربنا كرمها واصطفى منها العلماء واصطفى منها الأبطال واصطفى منها من علموا العالم العلم والبطوله والشجاعه والمروءه مصر هي بلد الخيرات كلها طبعا احنا احنا الحمد لله الذي رزقنا وجعلنا من ابناء مصر حضرتك مصر هي الإجابة السيدة السيدة هاجر اه طبعا السيدة هاجر يا أم سيدنا إسماعيل أصل مصر جدة جدة الرسول صلى الله عليه وسلم اه طبعا و... و... وجابت السيدة ماريا ربنا كرمها وحاضنة الأنبياء ربنا جعلها أرض أمان لكل من يسكن فيها مصر هي كنانة الله في أرض مصر اصطفاها ربنا من و... وذكرها في القرآن شكرا حضرتك يا فندم كمل حضرتك أه آه ايه اللي بيميز او ايه اللي بيميز الجندي المصري عن باقي جنود العالم؟ آه جندي المصري قلت لك ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى به ليس لقوه بدنيه او آه لاشياء اخرى، ولكن اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم لاخلاصه. طبعاً. فهو محبا لتراب بلده. تمام. ولا يتخلى عنه في اي وقت. م. ورأينا جميعا ما فعله الجندي المصري في البلاد يعني مم. وحمل بلاد في وقت عصيب كادت البلاد فيها أن تقع طيب. لكن مصر قامت شامخة لأنها أرض كنانة كما قالت أختي العزيزة عايزة آه آه من حضرتك تذكر لي آه الأوقات العصيبة اللي هي المفروض أن هي يعني مرت بها مرت مصر بالنكسه بصر. ومرت مصر بثورات عده لكنها اجتازت ذلك كله وظلت على عرشها شامخه بين البلاد م. اخرها ما مررنا فيه من سنه عصيبه تولى فيها الاخوان المسلمين البلاد وكادوا أن يخربوا فيها ويفسدوا فيها لكن جاء أبناء مصر الشرفاء الجند المصري الذي نتحدث فيه منذ قليل جاء الرئيس السيسي الذي نسأل الله عز وجل أن يوفقه ويثبته على مكانته حاملا رقابه ورقبته ورقاب إخوته على كفه ومعلنا بأن الجيش المصري سينزل إلى الشارع المصري ليحمي مصر من عبث هؤلاء <applause> آه لو نظرتي لهذا الموقف انه لو فشل هذا الموقف لقدموا جميعا للاعدام ولكن الله عز وجل حمى مصر وحمى هذا القائد العظيم لانه اختاره الله في وقت كادت في مصر فيها ان تقع كانت محتاجة فعلا في الوقت ده طب حضرتك يعني هل ربنا سبحانه وتعالى ميز مصر عن باقي البلاد؟ اكيد ميز مصر عن باقي البلاد في, إيه في, كثير علماء علماء مصر انتشروا في انحاء العالم طيب. وحصلوا على اعلى الجائزات في انحاء العالم مصر ياتيها الناس من كل مكان زائرين ليكتشفوا حضاراتها الحضاره بتاعتها ويكتشفوا سر جمال هذا السحر الذي حباه الله عز وجل به مصرنا الحبيبه من أصوان إلى هنا هي كنانة الله عز وجل وأصل مصر أصل مصر بلاد الصعيد أصل مصر بلاد الصعيد تجد هناك النخوة والرجولة وتجد هناك الشهامة والكرم تمام ونعتذر لهم عما بادر من أحد الـ 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 الناس تجاههم من سب وقصف إلا أن أهل الصعيد هم اساس مصر وهم اهل الرجوله. مم. وفلاحي مصر لان مصر هي ارض زراعيه مم. هم اصل مصر ايضا. وهم الذين حموها في واطعموا السعيد شعبها في. الصعيد اصل مصر. آه الصعيد اصل مصر. طبعا طب هم لا ينكر احدا ذلك. تمام. آه الصعيد أه اهل مصر واصلها. تمام. فلا ينكر احدا ذلك مم. وهم الذين بنوا كثيرا في مصر. آه هذه البيانات الكثيرة الشعيقة التي تريها الآن في الشوارع وفي الطرقات آه لو سألت عنها تجد فيها أيضا صعيدية آه قامت بإنشائها مم. فمصرنا الحبيبة غنية بالتراث وغنية بتاريخها العريق القديم جدا مم. فمصر كانت مرت بحضارات مختلفة لكنها ستبقى هي البلد الفرعونية <applause> وهي هبة النيل كما قال البعض وهبة الله عز وجل طب ليه بلاحظ ان بعض البلد يعني بعض البلاد بيهاجموا فيها او بيطردوا فيها ليه؟ لان بوقوع مصر وقع الوطن العربي باكمله. يعني فلا يبقى الا مصر امامه، قلت لك انها صخره غزة يتحطم عليها كل سيوف اتت لاقتحامها، كانت بوابه مصر. فان دخلوا مصر وقع العالم كله ولذلك يجتهد القادة حاليا في الحفاظ عليها لكي لا يمكن هؤلاء من ذلك هم لهم هدف معين أن هم يدخلوا مصر وكده أكيد طبعا إيه هدف؟ لأن من يمتلك مصر يمتلك العالم كله لأنها نقطة الارتكاز وهي محاطة بكل العالم هي في وسط العالم فلو امتلكوا مصر امتلكوا العالم كله وما بقى للوطن العربي اسما بعد م. وقعت العراق لم يهتز الوطن العربي كثيرا وقعت سوريا فلم يهتز الوطن العربي كثيرا وقعت لبنان وفلسطين م. وليبيا وغيرها ولكن حينما اهتزت مصر في اثناء تولي الاخوان المسلمين البلاد كادت الوطن العربي ان يهتز جميعا ان يقع لولا بساله جندها ووقوف قائدها وقفه عظيمه تذكر في التاريخ بعد ذلك يكفيه مم. هذه الوقفه مم. حتى وان لم ينجز شيئا ولكن يكفيه هذه الوقفه وان كنت ارى انه يبني البلاد من جديد ولكن بالصبر تبنى الامم تمام, تمام. طيب هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع ضيف اللي نورني وشرفني النهارده الاستاذ حمدي علام الباحث الديني والاجتماعي استاذ حمدي عايز اعرف من حضرتك بماذا وصل الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته جندا كثيرا من مصر قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته انكم فاتحون بلدا يسمى فيها الكرات كان يقصد ايه بال بالمقوله دي أو أكمل أولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم فاتحون بلدا يسمى فيها الكرات فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم فيهم زمة ورحمة وأوصى صحابته أيضا بأن فتحوا مصر يتخذوا منها جندا كثيرا فإنها خير جنود الأرض فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك ليس من فراغ ولكن لأنه آه علم وهو الذي كان يوحى إليه بأن الجند المصري ذو بسالة وذو شجاعة وذو إيمان قويا ومحبا لوطنه ومحبا وغيورا على دينه وعرضه ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد اعترض البعض وخرجت بعض الناس يقولون يشككون في هذا الحديث ليسوؤوا من صوره مصر امام العالم كله، لكن جاء مفتي الجمهوريه شوقي علام واثبت هذا الحديث انه صحيحا يعني. فامتدح الجندي المصري. ولو نظرنا في التاريخ لوجدنا لو ان الجندي المصري كل الجنود البواسل كانت من مصر. أغلبية الجنود البواسل الذي سجلهم التاريخ كانوا من مصر. تمام. أكثر القادة العظماء كانوا من مصر الذين جاءوا في فترات عصيبة مم. وقاموا ببلدهم وقاموا بالوطن العربي كله مم. من جمال عبد الناصر ومن محمد علي باشا إلى الرئيس السيسي حاليا. أنت حضرتك بتقول كانوا سبب في 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 إيه يعني مش فاهمة بالنسبة للجنود. أوه. الجنود المصريين جيش مصر كان حمل الوطن العربي من ايام التتار حتى مرورا بوقتنا هذا ما زال الجيش المصري يحمي الوطن العربي وليس مصر فقط. طبعاً. ولو انهدم الجيش المصري انهدم الوطن العربي كله. مم. فما بقى الا هو متماسكا. مم. ولما سيدنا ابو بكر عقب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماذا؟ قال لأنهم في رباط إلى يوم القيامة يعني أهل مصر في رباط يوم القيامة م. هذا هو اللغز في اختيار الجندي المصري يعني الجيش المصري لسبب كبير لأنهم على... في رباط آه. لا يختلفون م. ربما تجد المسيح والمسلم يحاربون معا على جبهة واحدة ويفادي الآخر الآخر وذكر التاريخ مواقع كثيرة بأن أناسا على الديانة المسيحية ضحوا بأنفسهم وبحياتهم من أجل مسلم يحارب معه في الجيش هنا الذي ذكره سر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر استفهام أبو بكر عن هذا الحديث أنهم في رباط إلى يوم القيامة فهي أرض الصالحين لا شك في ذلك وهي التي دفن فيها بعض أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطهرت بهم وشمخت بهم وهي التي مر على ترابها الأنبياء وهي التي حطمت جميع الغزاة الذين مروا على بوابة مصر الحبيب وردوهم خائبين فمصر هي أرض الكنانة أرض حفظها الله عز وجل تمام طب عايزه يعني تقول لي كده سريعا ايه يعني ايه النصايح اللي انت ممكن توجهها للشباب للحفاظ على وطنهم هي رساله قصيره يعني مم. اقول للشباب حافظوا على بلدكم طبعا. لا تسمعوا لهؤلاء المغرضين مم. ولا تشككوا في قاده بلدكم واعلموا بان الخير قادم مم. وان مصر ستسود البلاد كلها في وقت من الأوقات لأنها هي التي ستبقى وأن جيش مصر هو, هو سدة الأمان فلا تخزلوه وقفوا بجواري وقفوا في ظهري واعلموا بأن إخوتكم هناك ربما أنتم في وقت من الأوقات تكونوا مكانهم فكونوا ساهرين على حماية مصر وعلى أعراضكم بشكر حضرتك نورتنا وشرفتني في حلقه النهارده بقدم كل شكري وتقديري للباحث الديني والاجتماعي الاستاذ حمدي اعلام وبقدم كل شكري وتقديري لقناه الصحه والجمال وكل المقيمين على قناه الصحه والجمال وبقدم كل شكري وتقديري للساده المشاهدين انتظروني في حلقه جديده من برنامج اريج والناس اشوفكم على خير